A particle moving in uniform circular motion. يعني ال v بتاعتنا ثابتة. Which of the following graphs describes correctly the variation of the radial acceleration ال ar؟ هي ال ar بتساوي ايه؟ بتساوي v squared تقسيم ال r with respect to the radius r of the circular path. يعني لو بتحرك بسرعة ثابتة، اخبار ال ار ايه؟ كل لما ال ار تختلف ال اي ار ايه علاقتها؟ طبعا واضح ان ال اي ار تتناسب، ده كونستانت واحد على ار، يعني عكسيا مع ال ار. كل لما ال ار تزيد ال اي ار بتقل. فيا ترى مين اللي يعني الشكل اللي يناسب العلاقه دي؟ هل ال اي ار ثابته مع زياده ال ار؟ لا، كل ما ال ار تزيد ال اي ار تقل. هل بتزيد بزيادتها؟ لا. طيب هل برضو بتزيد بزيادتها بشكل كيرف؟ لا. هنا ماشي الحال ده، لا برضو. يبقى العلاقة الوحيدة اللي تقول ان كل ما الار تزيد الار عمالة تقل.